أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن العودة لاتخاذ الإجراءات العادية في دراسة طلبات التأشيرة التي يتقدم بها التونسيون، وبالتالي إنهاء إجراءات تجديد الذي كانت قد اتخذته فرنسا ضد تونس بدعوى عدم تعاونها في مجال تسلم مهاجريها الذين ترغب فرنسا في ترحيلهم، وهو نفس إجراء العقابي كانت اتخذته باريس ضد الجزائر والمغرب. وقالت الداخلية الفرنسية إن الاتفاق على العودة السابقة للتعامل مع طلبات التأشيرة الفرنسية من طرف التونسيين بالإجراءات العادية المخففة يأتي بعد مناقشة جرت بين وزير الداخلية الفرنسي ونظيره التونسي عقب زيارة كانت قد قامت بها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء إلى باريس لمناقشة عدد من القضايا مع المسؤولين الفرنسيين ومن بينها قضية التأشيرة. وبهذا القرار تكون فرنسا قد قررت التخلي عن إجراءاتها المشددة ضد كل من تونس والجزائر، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في الأيام الماضية، في حين لازالت مستمرة في تطبيق قرارها على طلاب تأشيرة من المواطنين المغاربة. وتعتبر قضية التأشيرة من القضايا التي عمقت البرود الدبلوماسي بين فرنسا والمغرب، حيث تعرف العلاقات الثنائية توترا صامتا بعد تعنت باريس في عدد من القضايا التي تهم الرباط، ومن بينها قضية الصحراء المغربية التي لازالت لم توضح موقفها بشكل صريح من هذا الملف. نشكركم على حسن المتابعة.